تفاصيل عندنا، ولكن مهم جدا انك مطبخك يكون رايق وتبقى انت عارفه داخل المطبخ تعمل ايه. اشتريت المقادير بتاعتك او الماتيريال، ناسية مشروم، ناسية كريمه لباني، ولكن عايز اعلمك حاجه النهارده مهمه جدا. في بدايل، يعني الشيف المغازي النهارده هيعمل الكوردون بلو بالمشروم، طب ما لقيتش مشروم ايه البدايل بتاعته؟ حاجه لطيفه خالص، ممكن تعمليه بالخضار، ممكن تعمليه بالجزر، ممكن تعمليه باللحمه البارده، باللانشون، زي ما انت حابه. لما بقول كوردون بلو يعني اساسا عندنا صدر الفرخه بيتفتح زي الجيب ومقاديره على الشاشه، عباره عن صدور فراخ معانا مشروم ومعانا مستردة ومع كريمة لباني وتوم طبعا كمية حلوة وزبدة. المقادير بسيطة وسهلة وفي متناول الجميع، تقدر تكتبيها ورايا أو تسجليها زي ما انت حابة أو تصوريها بالتليفون على السريعة. صدور فراخ، كريمة لباني، مشروم، وما ننساش طبعا الزبدة والتوم والليمون والمستردة أساسي عندنا في الصلصة بتاعت البيكاتا. تعال نشوف مع بعض هنعملها ازاي. اول حاجه بحضر الفراخ، مهم جدا صدور الفراخ احضرها. باخد صدر الفرخ المحترم ده كده، اللهم صل على النبي، بالشكل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا ان احنا نشيل الموزه اللي موجوده هنا ونخليها على جنب. ونفس القصه تقدر تعمليها كريسبي لاولادك، تقدر تدخليها مع المشروم في الحشو، ده اختياري برضو بالشكل ده كده اهو. طب انت هتعمل ايه يا شيف؟ انت بتنصحنا بتقول كذا وكذا وكذا، انت هتعمل ايه مع بعض؟ ادي صدر الفرخه، باجي هنا كده شوفوا معايا، بفتح الجيب ده كده اهو. المطبخ الفرنسي مشهور بالطبق ده، الكوردون بلو، شايفه كده اهو، واكون حريص وانا بفتح صدر الفرخه بالشكل ده كده. ده التحضير اللي انا بقول عليه، المزبلاس يعني. شفت صدر الفرخه مفتوح ازاي؟ بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، فتح صدر الفرخه كالجيب، بالشكل ده كده. ونفس القصه، اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه. ونفس القصه، فتحنا كده. حلو قوي بالشكل ده كده. ونفس الموضوع في التالت. معروف كوردون بلو لازم فراخ. شايفين؟ بالشكل ده كده تمام. ناخد بقى الصدر ده كده او الموزه بتاعت ده، نقطعها كده بالشكل ده كده. حابب ان انا اعملها في الحشو او ادخلها في الحشو بالشكل ده كده، حاجه جديده يعني، ولكن انت ممكن عندك ولادك اطفال صغيرين تاخدي الموزه الحلوه اللي كانت معانا من شويه وتتبليها وتعمل لها حاجه كده كريسبي، تبقى لطيفه وجميله. معانا من زيت الزيتون معلقه، اللهم صل على النبي، ومعانا من المشروم طازه، ما لقيتيش مشروم طازه هتجيبي مشروم معلب عادي خالص، بس تشوفي تاريخ الصلاحيه، ده مهم جدا. معانا فص توم حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي. بناخد صدور الفراخ بالشكل ده كده، نحطها بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلب كده يا عم الشيف. المشروم بتاعنا الحلو ده كده بنحضره. يا نعم لا، ما ينفعش يا غالي، بيقول لي المشروم ده ينفع نحشيه طري؟ لازم نحضره بالشكل ده كده. التقطيع دي مهمه جدا عشان لما افتح صدر الفرخه وانا قاعد باكل كده اشوف المشروم جواها، اعرف ان الحشوة هو هنا مشروم. التوبنج بتاعها مشروم، ممكن يكون لحمة باردة. المشروم ده معانا مشكلة معاه، لما بيستوي بيبقوا شوية قليلين، يعني هم شكلهم كتير قوي كده. شفت المشروم ده كده زي الفل. الفراخ اخبارها ايه؟ تستوي على النار، شوية زعتر حلوين كده مع الفراخ وهي بتستوي. شفت الجو ده كده؟ عشان ريحة التوم. ونقلب كده يا عم الشيف، هو ده. ده اختياري، صدور الفراخ او صدر الفرخة او الموزة بتاعت الدجاجة دي لما انا خدتها
وحطيتها مع الحشوة ده اختياري. ننزل بالمشروم بتاعنا اللطيف ده كده اهو. الله، طبق جديد يعني، في شغل شوية. طبعا في المطبخ الفرنسي بيحطوا طبعا الخل البلسامك، بعض الصوصات اللي هي بيحبوها، ولكن انا بعمله بطريقة لطيفة. هنا هياخد خفة الدم المصري. انا تبلت الصدور الفراخ بالتومة والمشروم، البهارات بتاعتي ملح وفلفل يا عم الشيف بالشكل ده كده، وكمان شوية ملح محترمين، حلو قوي. وناخد من المستر ده هنا معلقة. الله، ريحة بقى هنا موضوع حلو قوي زي الفل يا عم الشيف. هنعمل ايه بعد كده؟ هنجهز الفراخ هنا، نتبلها تتبيلة كده سريعة بالشكل ده كده اهو، وانا واقف بعمل خلطة حلوة كده. شوفي هعملها ازاي وانت معايا. اهم حاجة عشان الزفارة بتاعة الفراخ ما تبانش، باخد من التوم ده معلقة مستردة. حلو قوي يا عم الشيف. شوية الملح التمام، شوية الزعتر التمام. دي خلطة كده علشان الزفارة بتاعة الفراخ بعد ما تتحشي ما يبانش فيها. ده مهم جدا على فكرة. عصرة ليمون معانا، اللهم صل على النبي. باخد الخلطة دي يا عم الشيف زي ما هي كده. ده يعني ايه؟ محلول حمضي او عصير حمضي او تتبيلة حمضية فيها المستردة والليمون. بتشوي فراخ، هتحشيها، هتعملها سكالوب. التتبيلة دي سريعة، عبارة عن اوعى تحط زيت خالص، او تاخد صدر الفرخة ده كده كمان الله. عصير ليمون مستردة بالشكل ده كده يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. الفراخ هنا بقى طبعا هيبقى طعمها جميل جدا اهو. واخليهم في الخلطة دي كده شوية، واخد الحشوة اللي انا حضرتها وجهزتها دي كده زي ما هي، اللهم صل على النبي. اخدها هنا تبرد شوية. الله، ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ شفتي؟ ده الكوردون بلو، ده مشروم وفراخ. خلي بالك اللي ما حضرتش معانا من الاول، واللي جايه متاخره، واللي فتحت التلفزيون متاخر، لازم تفهم ان ده عباره عن مشروم وفراخ، حاجتين مع بعض. ولكن تقدر تحط مشروم بس اختياري. عندنا من الدقيق هنا شويه كده، اللهم صل على النبي. نوسع لنفسنا كده، حلو. بعمل ايه يا عم الشيف؟ باخد شويه دقيق صغيرين من دول كده بحطهم هنا. خدت بالك بقى من التركايه دي؟ بقى دي التركايه اللي بتكلم عليها. ليه حطيت دقيق يا شيف هنا؟ عشان ده لما يخش جوه صدر الفرخه يثبت وما يصيصش معايا. ده مهم جدا. واخد صدر الفرخه المحترم ده كده، اساتذه المصورين حبايبي، مخرجنا الجميل، وافتح الصدر ده كده. الله عليك اهو، شفت الجو ده كده اهو. بالراحه على المطابخ الفرنسيه او المطاعم الفرنسيه، المطاعم المشهوره، المطاعم اللي بتعمل اكل انترناشونال، ده بنلاقي فيه اسماء في المنيو بتاعهم غريبه شويه. ده واحد. شوف التاني مع بعض. انا عايز بس اشوف انا عملت كام تركايه هنا. التركايه الاولى او الخبرة الطهوية بتقول ايه؟ تبلت الفراخ بطريقة بسيطة وسهلة، توم مستردة عصير ليمون ملح وفلفل، حلو. وبعد كده حطيت صدور الفراخ بعد ما حضرتها وفتحتها، شايفة الجيب اهو كأن الصدر ما فيهوش حاجة اهو، حلو. تاني كمان واحد اخير اهو، ده صدر الفرخة طالع من التتبيلة، فيه المستردة، فيه الليمون، فيه الزعتر، شايفين ازاي اهو زي الفل. نفتح كده من جوه اهو، الله. وناخد الحشوه دي لطيفه وجميله واحطها هنا. خلي بالك مع الحشوه دي، الموزه بتاعه الصدر انا مقطعها مع المشروم، غناوه بقى. خلي بالك زي الفل. واخلي دول على جنب، الحاجات اللي انا مجهزها دي كده عايزها، المشروم الباقي معايا والصلصه الباقيه معايا، مهم جدا على فكره
وانا شغال. هعمل ايه بقى؟ هو ده الكلام. عندي كريمه لباني اهي، باخد منها شويه واحطها هنا هنا. اه ايه الجو ده يا شيف؟ ايه الجو الحلو ده؟ اه واقلبها كده. عايزهم دول، دول عايزهم دول، اوعي تفرطي فيهم. تاني، مكان تتبيله الفراخ حطيت عليها كريمه لباني وخليتهم على جنب، وباقي المشروم اهو. ركزي بس معايا، بنجيب طاسه شديده الحراره زي دي كده ونخليها على جنب. اه عايز اعلمك ازاي تعملي طبق مشهور في المطبخ الفرنسي بتدفعي فيه مبلغ وقدره للامانه والله مش اقل من 300 جنيه. يا نهار ابيض، في صدر فرخ مع شويه بطاطس مقليين وشويه خضار سوتيه ادفع 300 جنيه واقوم؟ يعني بصراحه الواحد بيزعل قوي، ولكن لما اعمله في البيت هعمل للاولاد كلها والجيران والحبايب بال 300 جنيه دولت، هعمل وجبه كامله من صدور الفراخ الكوردون بلو. بعد ما تبلته وحشيته بالشكل ده كده، باخده زي ما هو في شويه دقيق. او ما اعمل ايه؟ اعطر الدقيق ده. اعطره بايه يا شيف؟ بشويه مستورده، سوري، بشويه زعتر، شويه بابريكا. اه تعطيره حلوه كده زي الفل. ومعانا طاسه بتسخن على النار، واقلب الدقيق ده كده بالزعتر والبابريكا، واخده زي ما هو كده يا عم الشيف واحطه. مش لازم نقفله بتوزبيكس خالص، اعلمك ازاي الحشوه ما تطلعش بره. آه. نفس القصه. آه. بعد المطابخ بتحطه في البيض والبقسماط. انا مش هعمله لا بيض ولا بقسماط. آه. زي ما هو، بس حذاري تحطي مع التتبيلة بتاعتنا زيت زيتون او زيت في التتبيلة زي ما هو كده يا عم الشيف. اه بس خلاص، عندنا طاسة بتاعتي بحط فيها شوية زيت، اللهم صل على النبي. اه زيت زيتون من الزبدة مكعبين. تعالي يا حلوة يا بيضة، حلو قوي. شفت بقى التركايه؟ زيت وزبده مع بعض، واخد صدر الفرخه ده كده المحترم ده كده اهو، وانزله هنا كده. الله، وده كمان اخو بنفس الطريقه. الله، الحشوه مش هتطلع بره يا شيف، احنا مع بعض، هنروح من بعض فين؟ زي الفل. واشيل كل ده انا مش عايزه، واسيبهم في النار يا عم الشيف لغايه لما يتحمروا مع بعض. ده الطبيعي. عينيا اه، اعمل لك كل حاجه دلوقتي. اه شفت الجو ده كده؟ اه وروق مطبخي. ولكن قبل ما اطلع الفاصل بتاعي، فاكرين المشروم والحشوه اللي انا كنت بحشي بيها من شويه؟ عايزها ده ما يترميش بره. فاكرين التتبيله اللي انا كنت بتبل بيها الفراخ حطيت عليها كريمه لباني وخليتها على جنب؟ خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اللحظات الاخيره والتركايه الاخيره لولاده الكوردون بلو بالوايت صوص او بالمشروم حسب رغبه حب ولادك للصوصات ومن المطبخ الفرنسي، ولكن بخفه يد مصريه. صدور الفراخ الله تتناغم بالشقاوه بتاعتها مع الزبدة وزيت الزيتون. شايفين الكوردون بلو بتاعنا اللطيف الحلو؟ في مدرسة وتحطه في البيض والبقسماط. بصراحة أنا ما بحبش وجود البيض في صلصة زي دي كده. عندي شوية مشروم محترمين فاكرينهم، بنزل بهم هنا كده. شوية الدقيق اللي أنا حاططهم على المشروم وأنا بحشي الفراخ هيلعبوا دور البطولة هنا. هو دور البطولة يا شيف، هيخلوا الصلصه بتاعتي دي قوام زي ما هي كده على النار زي الفل. عندي شوربه، عندي ماء بيغلي باخد منه شويه كده. الله، ما انا عايز صدور الفراخ دي تستوي. اقوم اعمل ايه اللي انا بعمله ده كده؟ اه يا ويلي، هو ده تمام. واقلب كده واغطيه واسيبه هسه
يعني ايه يا شيف؟ يعني اسيبه تقريبا ما بين 10 دقايق او 15 دقيقه صدور الفراخ تستوي، ونشوف الصوره الحلوه مع بعض على الشاشه، ونشوف اخبار الكوردون بلو. الله 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 الله، ناخد معانا، فاكرين ده كده؟ يا ويلي يا ويلي، الطبق ده من المطبخ الفرنسي ولكن بخفة دم مصرية، واخد الطعم المصري. الصلصة الجميلة الحلوة، لقيت الصلصة تقلت معاكي؟ فك؟ لا، طلعت الحشوة منه؟ لا، زي ما انتم شايفين كده. مش لازم بقى تحط توزبيكس وتنسيه جوه، تيجي حماتك تاكل منه وتلاقي لها طلع لها توزبيكس بين سنانها، قصدها مش قصدها احنا مالناش دعوة، ده اللي حصل. جوزك يلاقيها، بتحصل يعني، وبعض المطاعم والله بتلاقي التوزبيكس اللي قافل بيه الشيف في قلب الكوردون بلو لسه ما طلعوش منه. بيبقى مستعجل على كارت بقى وعنده اوردرات. شايفه الكوردون بلو زي الفل، هنسيبه ياخد غلوه على النار. الكوردون بلو بتاعي جاهز. عدله يا شيف ده، عدله شويه بطاطس مقليه، شويه خضار سوتيه من البروكلي والجزر والكوسه، بطاطس برده سوتيه، يا اما ان احنا هنقدم معاه طبق مكرونه دلوقتي اللي هي مكرونه بالبتنجان. تعالوا نغرف البكاتا مع بعض، جاهزه هي كده. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. عدل الطبق ده شويه خضار سوتيه يا اما بطاطس بوريه. الله، مش بنهزر احنا يا شفيق، يفك ليه يعني؟ فين الخبره الطهويه؟ شايف هرم اهو، صدر الفرخه تحس ان هو صدر ديك رومي. في قلب الطبق، ثلاثه ورا بعض زي ما هم كده. باخد الصلصه الحلوه بتاعتي دي كده، احضرها واجهزها. انا هوريك صوره حلوه دلوقتي. شايف ده الصوص ده؟ الصوص ده رهيب، في المستارده والزبده والكريمه اللباني، عاملين شغل جامد قوي. اخده زي ما هو كده، تاكل صوابعك وراه. يا ويلي يا ويلي، الاحمر ده لهاليبه، هو ده. على فين؟ على الكنترول. طب خليه هنا شويه. عند الاستاذ المصور الجميل ده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ We'll be right back.